طبعا النحت هو هواية، فكانت من قبل يعني أنا نحب الطفلة ولا الكراريس وأي حاجة مثلا شغل يدوي كذا كنت نشتغل فيه، بس طرقت للنحت بصفة خاصة قبل 4 سنين يعني كبديت في شغل النحت والبرامج هذه. كرسي كبير وعندي كم قطعة أخرى متحوش. أكثر شيء معتمدين عليه نحن خشب العرعر اللي هو الاسم المحلي شعره، وفي خشب الصرو صنوبر نوعا ما، في مثلا في خشب أخرى استيراد كالموغن كالبوشباي، يعني شبه أغلب الخشب نشتغلوا عليه، لكن تركيزنا كله على الخشب العرعر كهو أفضل خامة يعني موجودة عندنا. كانت أول انطلاقة في مهرجان قرينة شحات، وبعدها راس نالوف حتى هن الاثنين في 2012، وبعدين معرض فنون تشكيلية في مصرات 2013، كهذين محو جامعة عمر مختار كان معرض لكلية البيطرة في الزراعة في طب، وبعدين 2014 كان ملتقى النحاتين اللي هو يوم العالم الخشب في تركيا، فهو سنويا كل سنة في دولة، و وشاركت فيه كنت انا ممثل ليبيا في الحدث. والله حاليا شو نقول لك، في بيع وكذا وجميع يعني حليبي عرفت، بس ان شاء الله هو انا موقف على قصه البيع لان طريقه صعبه شويه وكذا، فان شاء الله نقوله بعد رمضان في معرض حنديره، معرض شخصي انا وصديقي هو حنفت نديره فيه المعرض، وحيكون فيه اقتناء وبيع. انت بعدين بعد ما تنتج تختار الوقت المحدد. اوكي.